بابا وحشتني قوي. انت كويسة؟ انا كويسة، بس انت كنت فين؟ بابا انت وحشتني قوي. كنت هعمل ايه يعني؟ اجيبك منين؟ انت لا بتروح المدرسة ولا بتروح السنتر. عارفة يا وفاء انت يلا حبيبتي على مكتبك. بس انا عاوزة اقعد مع بابا شوية. هتقعدي معايا روحي، اكيد هتقعدي معايا، بس انا عايزه اتكلم معاه لوحدنا وبعدين هبقى انده لكم. يلا على المكتب. انت عارفه انت عملتي فيا ايه؟ عارفه ولا مش عارفه؟ ليه؟ ما تيجي تاخدني قلمين احسن. هو ده اللي ناقص ما عملتوش يا كلام. انت عايز ايه؟ انت اللي عايز مني. هو في حد يسأل حد سؤال ويستنى الرد ويروح يختفي؟ ايه؟ ما كنتش عايز تعرف ردي اذا كنت احب اتطلق ولا افضل على ذمتك؟ ماشي، هات اللي عندك. يلا يلا عايز اخلص. يا سبحان الله، الراجل منكم بس يتملي جيبه، قلبه يجمد ويقوى وما يهموش حاجه في الدنيا. انت هتنجزي وتقولي اللي عندك ولا همشي دلوقتي واخليكي تسني وتفضلي تسني وبرده ما عبركيش؟ هفضل على ذمتك، مش هتطلق. طبعا القرار ده خدتيه بعد ما عرفتي موضوع بيعه الارض، مش كده؟ انا هفضل معاك ليه غير عشان الفلوس؟ مالي عليا حياتي مثلا؟ سعيدة قوي معاك؟ بلاش. أب مثالي، البنات ما بتقدرش تستغنى عني. يا أخي خليني ساكتة بدل ما زود الطين اللي بينا. الله، طب وأنت إيه اللي مخليكي راضية بكل ده يعني؟ ها؟ أبي على نفسك ليه إذا كنت أنا أصلا مش هنولك أي حاجة غير برضاي أنا؟ في حياتك هتديني نص الفلوس اللي هتجيلك، ولما تموت قبلي ان شاء الله هاخد ميراثي الشرعي من الفلوس الباقيه. ما تروح وتقعد كده وتفكر وتراجع ضميرك، هتعرف ان الموضوع مش كده خالص يا جميل. انت برضو ما يرضكش الست اللي انت اتجوزتها واستحملت معاك ام بناتك تخرج من كل ده متعوره. راضيني يا كمان، اتبسط، بس خليني كمان انا اتبسط يا اخي. وبعدين هي الفلوس دي كلها لو اتقسمت على اتنين ما هي هتبقى كتير برضه، وليك عليا احافظ لك على شرفك. حتى لو مش هتقرب مني وهتكتفي بالتانيه، أنا الموضوع ده بقى بالنسبة لي مقرف، بس لو جيت أنا هكون خدفتك وهبقى ضرة كويسة أوي. طب تصدق أنا ممكن أقف في فرحك وأزفك. ألا طب وليه ما تعيشيش بكرامة بدل ما تبقي كلبة كده زي ما بتوصفي نفسك؟ تاخدي قرشين كويسين واطلقك وتروحي تعيشي مع راجل تاني يبقى احسن مني وتتبسطي وتعيشي حياتك. ابقى على ذمتك ومعايا كل الفلوس دي بتاعتي، ولا اروح اتجوز حياة الا راجل يبقى طمعان فيا وفي فلوسي؟ فكر، اكسر سمي يا خميل. جنى ملك، تعالوا اقعدوا مع بابا.
في ايه؟ ما بتردش ليه على التليفون كل ده؟ يا مي ترد عليا. شش بالراحه شويه. في ايه؟ في ان انا قاعده مستنياك عشان عايز اعرف ايه اللي حصل وانت ما بتردش. ما حصلش حاجه، ما قابلتوش، الدائري كان واقف وما لحقتش ميعاد الزياره. انت هتهرج؟ اهرج ده ايه؟ ده المشوار ده طلع عين امي اصلا. طب ما كنت ترد عليا يا ابني تعرفني، ليه تسيبني قاعده على اعصابي؟ خلاص بقى اهدي، وبعدين مش تصريح الزياره ده بيقعد اسبوع، خلاص يروح لبكره ولا بعده. لا يا تقى، لا بكره ولا بعده، وانا لسه كنت بقول لك ان انا عايز اقفل الموضوع ده اصلا. بص بقى يا عمر، انت من النهارده لا ليك علاقه بيا ولا ليك علاقه بهاني، والموضوع ده اتقفل خلاص، اتقفل يا عمر. يا بنتي اصبري بس، الكلام ما بيتاخدش كده، في اخد وعطا. انت قابلت هاني صح؟ وطبعا رفض العرض بتاعك. انا حافظاك يا عمر. انا هتجنن، مش قادر افهم فيه ايه. في حاجه غلط، في حاجه غلط. في حاجه غلط ليه؟ انت ليه مستبعد ان هاني يكون بيحب داليا بجد؟ بلاش، حط نفسك مكانه. لو حد من اهلي عرض عليك العرض ده كنت هتوافق؟ يا بنتي انت بتخني مين بمين بالظبط؟ الله يا توا، انا رحت شفت اهله، شفتهم عايشين فين وازاي وبيتعاملوا مع بعض ازاي. المشاعر النبيله والجياشه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي لا يمكن تطلع من بيت زي ده. ملهاش علاقه، انت كده عايز تفهمني ان الناس اللي مستريحه ومعاها فلوس هم بس اللي يقدروا يحبوا. ما ينفعش تفكر كده. مش يمكن يكون عارف ان داليا جاي لها فلوس عشان كده رفض بقلب جامد؟ وهو هيعرف منين؟ من داليا مثلا؟ انت ما شفتش كانت عامله ازاي؟ كانت هتموت اصلا وتعرف هيوافق على العرض بتاعك ولا لا؟ او يمكن يكون حد من اهله عارف وراح بلغه وهي ما تعرفش. انت بتهزي على فكره. واضح ان رده يعني كان عنيف شويتين. هو قال لك ايه؟ اهو قال اللي قاله وخلاص بقى يا توقع. الله على ابو امه. المهم انه رفض وخلاص. طب خلاص ما تزعقش وكلم داليا قول لها. اكلم داليا؟ عشان تتنطط عليا اكتر ما هي متنططه اصلا؟ لا عشان ترتاح، عشان هي كانت هتموت. وبعدين اصلا هو هيخرج كده كده وهتعرف منه، وساعتها بقى شكلك هيبقى وحش قوي. بقول لك ايه؟ يولعوا الاتنين في بعض، يولعوا. انا خلاص ما بقاش ليا اي علاقه بالموضوع ده، خلصنا؟ لو سمحت احنا ينفع نلف نروح مصر الجديده معلش؟ احلى بطه لاحلى وزه. الله، بس دي مجمده. اقول لامي ايه بس يا حاج؟ هبله يا بت، انا متعمد اجيبها مجمده عشان نقعد نتكلم براحتنا لحد ما البطه تفك براحتها. امي هتقفشها في مره. امبارح انت جبت لي 2 كيلو تين، بصيت لهم كده قالت لي لا يمكن البرشومي ده يكون من السوق، ده اكيد انت جايباه من السوبر ماركت. اضطريت احلف لها كذب عشان تصدق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو بصراحة بقى نظام السرقة اللي احنا عايشين فيه ده ما ينفعش. يعني إيه لا مؤاخذة قابل مراتي سرقة كده على النواصي؟ لا ومن ورا مين؟ من ورا أمها. كأني لا مؤاخذة بعمل حاجة حرام. يا لهوي، انزل انزل. في انزل. في ايه؟ البت ده اللي أختي. الزمة من ورا جسمك ورا. معلش عشان خاطري، هي شكلها طالعة البيت عندنا. أستر يا رب، أستر يا رب. توجع إيدك أولية مخبولة. إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ بقى أنا على آخر الزمن. استخبى وانا قاعد مع مراتي من حته عيله صغيره. ما هو بص بقى يا حاج، مفيش حل غير انك تطلع معايا لماما. هتاخد لك كلمتين في جنابك، استحملها. ما تخافش، انا هبقى في صفك، وكل ده عشان نقعد مع بعض على راحتنا. انت متاكده ان امك هتسيبنا نقعد على راحتنا؟ ما تبصليش كده، انا بتكسف. اسمعيني يا منير، انا لا مؤاخذه ما ادخلش بيتي انا انطردت منه، ولو على القعدة براحتنا يبقى لازم ترجعي بيتك. بيتي؟ ايوه بيتك يا منيرة، شقة شبرا. في ايه؟ انت نسيتي ولا ايه؟ وليك عليا يا بت، هوضبها لك واخليها لك جنة، وتقعدي في بيتك معززة مكرمة. ايه ده يا حاج؟ ده انت كده يبقى عايزني اسيب امي تقعد لوحدها. وانت يعني هتعملي ايه غلط؟ مؤاخذة الوضع اللي احنا فيه ده ما كانش يصح من زمان من اصله. وبعدين انت زيك زي اخواتك، كل واحد فيكم وله بيته. الله، عايزة توديها كل يوم وديها، عايزة تجيبيها تقعد معانا ده لو هي عايزه هاتيها، وانا اشيلها لك فوق راسي.
لكن لا مؤاخذة